والكلام اللي منتهى الشفافية والوضوح. أصعب شيء وأصعب قرار ممكن تاخده قيادة سياسية أو حكومة تنفيذية هو إنها تقوم بتبني وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، لأنها تعي تماما إن تنفيذ مثل هذه النوعية من البرامج بتبقى برامج غير شعبوية وبتأكل من شعبيتها في الشارع، لأن في الآخر المواطن كل بيكون همه المواطن البسيط هو قوت يومه، وإن هو مش عايز إن هو يشوف إن الأسعار بتزيد، وإن هو كل اللي يهمه على قد وعي وإدراكه، وده ليه كل الحق، هو مش عايز حد يقرب من أسعار السلع الرئيسية اللي بتهمه في حياته. هو بيبقى عنده هذه النظرة، وبالتالي دائما تبني أي برنامج للإصلاح الاقتصادي بيبقى قرار صعب جدا لأي قيادة سياسية وأي حكومة. وخلينا نقول إن هذه القرارات الصعبة كان من الوارد أن تؤخذ في فترات سابقة، وكانت تبقى أقل شدة، ولكن كان بيبقى الظروف بتخلي إن ما يتخذش هذا القرار، وبقينا إحنا كحكومة وكقيادة سياسية النهاردة موجودة في هذا الظرف التاريخي ملزمة إن إحنا لو عايزين نصلح مسار هذه البلد ونضمن إنها تنمو وتتقدم وتنطلق لازم ناخد هذه القرارات الصعبة. فبالتالي حضراتكم يعني من دون هذه القرارات ومن دون هذا البرنامج الاصلاح الاقتصادي، انا عايز اقول لحضراتكم ان هناك كانت المؤسسات بعد قرار التعويم وبعد ما الجنيه وصل ل 18 و19 جنيه، المؤسسات الخاصه في مصر كانت بتقول لولا هذا القرار كان وصل سعر الدولار الى من 30 ل 35 جنيه. هل حضراتكم ممكن تتخيلوا كان ممكن يكون شكل مصر ايه لو وصل الدولار لهذه الارقام؟ هل ممكن تتخيلوا لولا هذا البرنامج كان ممكن يكون سعر السلع النهارده للمواطن المصري لو ما اتخذناش هذا البرنامج؟ لان الامور كانت واضحه بالنسبه لنا وكان لابد من اخذ هذا القرار. طيب احنا عارفين ان هذا الموضوع كان ليه تبعات، ودائما ما يقال في الشارع والسيد النائب ليه كل الحق. طب هو المواطن شعر بهذا الكلام ولا لا؟ وهل المواطن هيشعر؟ المواطن الارقام دي بالنسبه له مش مهمه، جايز دي مهمه للناس اللي بيفكروا على مستقبل البلد والامور المستقبل وباصين البلد دي المفروض يبقى شكلها ايه، وده المفروض دورنا كحكومه وكمجلس نواب وكل الجهات اللي في الدوله كيف سيكون شكل مصر عليه ال10 سنين الجايه وال20 سنه الجايه، لان دي مسؤوليتنا وسلمنا لاولادنا.